اتفضلي. كل ده برشام؟ ايه برشام دي؟ الست الاسكندرانيه دي مقصره فيكي جامد، مخلياكي واحده تانية. الله يرحمها كانت طيبه قوي، عارف لو شفتها كنت هتحبها. قعدت تدور على الستر ما لقيتوش حتى عند اقرب الناس. طب بص يا حبيبتي، ده وده هتاخديه بعد الفطار، ده بعد الغدا. وفين اللي بعد العشاء؟ لا ده في تقدم حلو قوي، انت فاكره اللي بعد العشاء؟ بصي هتلاقي كل حاجه مكتوبه عندك، اللي بعد الغدا اللي بعد العشاء كده. لا ما هو انا قعدت امبارح افتكر حاجات كتير، قصدي افتكر. لا ما هو انتوا لازم تعذروني، ما هو اللي حصل لي مش هين يخلي اي واحده مخها يفوت. بس انا هبقى كويسه. انا حاسس ان وجودك هنا هيساعدك كتير. لا اللي هيساعدني اقعدي في بيتها هناك، قصدي بيتي. حبيبتي انت كنت بتقعدي في البيت ده اكتر من بيتك بكتير لحد وفاه ماما الله يرحمها. ان شاء الله تظهر براءتك وتستلمي بيتك وتقعدي فيه وتقعدي في اي حته انت عايزاها. يعني هو انا لو اتدريت هناك في مشكل؟ بص يا منار، انا عشان اجيب الدواء ده من البيت انا نطيت من السور بتاع الجنينه اللي ورا، استغربتي ان الدنيا ليل وكده. حبيبتي النيابه قافله البيت كله لغايه ما التحقيق يخلص. بعدين انا مش فاهم هو ايه المشكله في انك تقعدي هنا. لا مفيش، بس اني عايزه حاجاتي من هناك، اللاب، واكيد كان عندي محمول بستعمله. يعني الحاجات دي هتخليني ارجع منار اللي انتوا مستنيينها، ويمكن احسن. طيب مش ناوية تقولي لي انت ليه كسرت البراميس اللي جوه وليه كل ده حصل؟ عمر مش لازم تسألها، يعني سيبها براحتها، خليها تطلع كل اللي جواها. اعملي اللي انت عايزاه. لو على اللي هنعوزه هنعوز ياما، وزي ما الدنيا خدت مني هاخد منها واكتر. ده البواب، انا كلمته بس عشان نجيب واحده تنظف البيت بقاله كتير مقفول وتلم الحاجات اللي اتكسرت جوه. باذنك. صباح الخير يا استاذ عمر. ازيك احسن بيه؟ حي.